هذا سائل يقول: ما حكم بناء قبر فوق قبر آخر، بمعنى أن يكون هناك قبر ثم بعد ذلك يدفن فيه رجل آخر؟ إذا ضاقت الأرض ولا فيه مثل المدن الكبار يعملون مثل هذا الشيء للحاجة إلى هذا. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل يقول: ما حكم جعل لوحة على القبر فيها اسم المتوفى أو علامة على المتوفى؟ ما يجوز هذا، لا يجوز. إذا كتبت اسمه كتبت انفتنوا الناس والعوام والجهال فيه والمخرفون، ما يكتب على القبور بتاتا، حتى الأرقام ما تكتب أرقام. نعم.